وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، بعد التحية ضعنا في تفاصيل الصورة لديك الآن. نعم يوسف، تحية لك. منذ قليل وكما شاهدنا بالفعل انتهت هذه الجلسة الافتتاحية والتي كانت بحضور تشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يعني وجه مجموعة من الرسائل خلال كلمته في هذه الجلسة الافتتاحية، بدأها بالإعلان عن جاهزية مدينة شرم الشيخ وأيضا تقديري الكبير لهذه الاجتماعات السنوية التي تعقد هنا في مدينة شرم الشيخ، هذا بالإضافة إلى أهمية استضافة مصر لهذه الفعاليات. بعد قليل يوسف، من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن استراتيجية هذه النسخة الثامنة من اجتماعات البنك الآسيوي هنا في مدينة شرم الشيخ، وتم أيضا خلال الجلسة الافتتاحية الإعلان عن عدد من ملامح هذه الاستراتيجية. كان من بين هذه الملامح أن البنك الآسيوي وضع استراتيجية للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأيضا أعلن عن توجيه نحو 50% من إجمالي تمويل البنك، وبحلول عام 2030 سوف يكون هناك تمويل بنحو 50 مليار دولار للمناخ والمشروعات القادرة والمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي يتأثر ويشهدها العالم أجمع. هذا بالإضافة إلى أن هناك استراتيجية عامة للنسخة الثامنة من اجتماعات هذه النسخة أو من هذا البنك بعنوان تمويل البنية التحتية للغد. وإذا تحدثنا عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فتم الإعلان عن تأسيسه في عام 2015 من مقره في الصين، وشاركت مصر كعضو مؤسس في هذا البنك الآسيوي الدولي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 كعضو وعضو مؤسس أيضا. والآن انضمت إلى هذه البنك نحو 106 دولة. وفي الجلسة الافتتاحية تحدث عدد كبير من محافظي ووزراء مالية عدد من الدول الأعضاء في هذا البنك. وإذا تحدثنا يوسف أيضا عن التعاون ما بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نجد أن التعاون ما بينهما يصل إلى نحو 1.3 مليار دولار من المشروعات القائمة والجارية بالفعل ما بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. من بين هذه المشروعات تمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة بقيمة 300 مليون دولار، هذا فضلا عن تطوير ميناء الحاويات بدمياط بقيمة وصلت إلى 140 مليون دولار، وإنشاء مشروعات خضراء تصل إلى 500 مليون دولار أيضا. اليوم أيضا وعقب المؤتمر الصحفي الذي نحن في انتظار عقده وسوف يكون برئاسة رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، سوف يتم بدء انطلاق الجلسات على مدار يومين اليوم وغدا بإذن الله. من بين الجلسات التي ستعقد اليوم مجموعة كبيرة من الجلسات، كان من أبرزها ومن أهمها حوار أعمال على مستوى محافظي البنك الآسيوي، هذا بالإضافة إلى مجموعة من المناقشات عن إقامة شركات على مستوى البنية التحتية من أجل المستقبل، وهذا هو الموضوع الأساسي للنسخة الثامنة في هذه الاجتماعات التي تعقد هنا في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة ابتكارات الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة. وغدا أيضا يوسف تعقد مجموعة من الجلسات، تبدأ أيضا بجلسة رسمية على مستوى محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنك في البنية التحتية، ويعقبها أيضا مجموعة من المناقشات والجلسات من بينها مناقشة تحديات الطاقة والمياه وجلسة إنشاء بنية تحتية للمستقبل من أجل ابتكارات التكنولوجيا. نتابع معكم هذه الجلسات وننقل أيضا جانب من هذه الجلسات وهذه الحوارات على مدار يومين اليوم وغدا بإذن الله. هذا تفصيلا أبرز ما تم حتى هذه اللحظة. إليك يوسف. زميلي أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من شرم الشيخ حيث انعقاد اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للمرة الأولى في القارة الأفريقية وفي نسختها الثامنة.